الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. هذه أبرز عناوينها. المستشفى العسكري الميداني المغربي يواصل تقديم خدماته الطبية والجراحية للمرضى والمصابين في انفجار مرفأ بيروت، وإشادة من الجيش اللبناني بعمل الأطر الطبية المغربية. في غياب لقاح ضد الوباء تبقى الإجراءات الاحترازية والوقائية الوسيلة الرئيسية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. بفاس أعطيت انطلاقة الحملة التحسيسية والتواصلية حول الوقاية من جائحة كوفيد-19. وفي أقليم درويش تم تزويد 5 مراكز صحية بأحدث التقنيات لتحقيق رعاية أفضل للأم الحامل ومولودها في سياق الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات صحة الأمهات والأطفال وتقليص نسبة الوفيات لدى الرضع. أهلا بكم. يواصل المستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت تقديم خدماته الطبية للجرحى والمصابين في انفجار مرفأ العاصمة. تضامن مغربي مع الشعب اللبناني الشقيق في محنته الحالية يتجسد كذلك من خلال المساعدات الطبية والأدوية المجانية، عمل دؤوب حظي بشكر وتقدير الجيش اللبناني. مراسلة لمفادي الأولى إلى بيروت خالد أزدون وحسن سيلا. لم يتأخر المغرب في الاستجابة لنداء الدع، واتخذ هذا أشكالا متعددة حتى الطبية منها. هول كارثة الانفجار تطلب دعما طبيا، فكان المغرب أول المبادرين. 21 طنا من الأدوية ومستشفى ميداني عسكري خلق الحدث ببيروت، فما كان للجيش اللبناني إلا التعبير عن التقدير والامتنان. بالإضافة إلى المساعدات الطبية العينية، يعني هون بدنا نوضح شغلة كمان، أنه نحن المساعدات الطبية فينا نقسمها لثلاث أنواع. في الأطقم الطبية اللي حضرت من مختلف الدول لمساعدة الأطقم الطبية اللبنانية بمعالجة تداعيات الانفجار، وعندنا المستشفيات الميدانية اللي كمان المملكة المغربية مشكورة ساهمت بمستشفى كتير كبير وكتير فعال وعم يعطي نتائج باهرة خلال فترة زمنية كتير قصيرة فينا نقول، وفي المساعدات العينية اللي حكينا عنها. المستشفى الميداني المغربي مجهز بكامل التجهيزات اللازمة حتى غرف عمليات، ويلي ملفت للنظر وهون بدنا نوجه شكر كتير كبير للطاقم الطبي اللي أظهر عن حرفية عالية، جهوزية سريعة للتدخل، بلشوا فورا يعاينوا المرضى حتى العمليات الجراحية، يعني غرف العمليات كانت جاهزة بوقت سريع جدا قياسي، وبلشوا يستقبلوا المرضى ويعملوا لهم عمليات جراحية. بين مخازن الأدوية ومنطقة شمال النهر يواصل المستشفى الميداني تقديم خدماته الطبية وصفات أدوية يأمر بها أطباء المستشفى بعد عمليات الفحص. توفر الصيدلية ما بين 500 و600 وصفة طبية يوميا. كل أقسام المستشفى تحيل على الصيدلية من أجل اقتناء الدواء مجانا لاكتمال عملية الاستشفاء. صيدلية المستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت تعتبر بمثابة الشريان لهذا المستشفى نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به، فزيادة على كونها تؤمن وتزود مختلف مصالح المستشفى الميداني بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، فنحن هنا وبصفتي كمحضر في الصيدلة وبالتنسيق مع الصيدلي والمساعدين نقوم بتوزيع الأدوية على المرضى وكذا تقديم الإرشادات والنصائح اللازمة وذلك بشكل مجاني. اجيت فحصوني واعطوني موعد العمليه وفتت عملت العمليه، والشباب الله يخليهم يعني ما قصروا وعملوا اللي عليهم واكثر الحمد لله. عمليه الافتاء كانوا بكل احترام وكل شفافيه، حتى قدمون ادويه الي ولابني تعور بالانفجار وبنخلي تعور بالانفجار تحكمون هون عند المملكه المغربيه، وكانوا قايمين بكل التزامات والله يطول عمر جلالة الملك وخلينا اياه. يحرص المستشفى الميداني العسكري على تقديم الخدمة الصحية كاملة، وذلك إيمانا من لدن الأطر الطبية على حساسية هذا الظرف ببيروت وما يمليه الواجب الإنساني تجاه المرضى والمصابين.
في مستجدات الحالات الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 1245 حالة إصابة جديدة بالفيروس و1061 حالة شفاء و33 حالة وفاة، حصيلة ترفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 44803 إصابات منذ الإعلان عن أول حالة في ثاني مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 31000 وحالتين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 714 حالة وفاة. وفي غياب لقاح ضد الوباء تبقى الإجراءات الاحترازية والوقائية الوسيلة الرئيسية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. بحي عوينات الحجاج بفاس أعطيت انطلاقة الحملة التحسيسية والتواصلية حول الوقاية من جائحة كوفيد-19 على أن تشمل الحملة مجملة المجال الترابي لعمالة فاس. روبورتاج شهاب زريوح ومصطفى الزاهري. ها هي كمامه وما عمرك ما تحيدها، حيت الا مره اخرى لقيتك محيدها كون متاكد انه راه غادي نلقي عليك القبض ونقدمك للمحكمه. رسالة واضحة ومباشرة من أجل تبني سلوك سليم وعدم التراخي والاستهتار بالإجراءات الاحترازية التي تسنها السلطات المحلية والصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وهكذا تم توزيع كمامات على عدد من ساكنة المنطقة مع الدعوة إلى تكثيف جهود التوعية من أجل التعريف بمخاطر هذا الفيروس. كنت واجد في مقاطعة سيس للمشاركة كفعاليات جمعوية في واحد الحملة تحسيسية اللي لقات واحد التجاوب كبير من لدن الساكنة، حملة شاركوا فيها كل رجال السلطة ورجال الأمن، الجميع متعبأ. السلطات صراحة جات عندنا هنايا وعجبنا هذا الشيء، هذا حنا كنقولوا من الناس هما يديروا الكمامات ديالهم، هذا الشيء راه خطر بزاف، كنتمناهم الله يحيد علينا هذا الوباء هذا إن شاء الله. التزموا بمسافة الأمن والتزموا بالتعقيم والتباعد الاجتماعي. كما تم خلال هذه الحملة التواصلية مع ساكنة حي عوينات الحجاج بث وصلات توعوية وتحسيسية تدعو إلى التشبث بالقواعد الأساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة أيضا في اتباع سبل النظافة واحترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي وتفادي الأماكن المزدحمة. والآن نحن نقوم بهذه الحملة التحسيسية لنوعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا المرض. هذا ضروري أخذ الحيطة والحذر، مسافة الأمان، غسل اليدين بالماء والصابون، ووضع الكمامة، والخروج إلا للضرورة. ويبقى تطور الحالة الوبائية بهذا الحي وأحياء أخرى من عمالة فاس وحتى وطنيا رهينا بالتزام كل المتدخلين بالتدابير الوقائية بكل مسؤولية والانخراط الجاد لجميع الفاعلين من أجل التغلب على الوباء الذي يشكل أزمة صحية عالمية. وبعد استئناف عمل صالونات الحلاقة مع تخفيف حالة الطوارئ الصحية، أضحى لزاما التشدد في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حماية للمهنيين وللزبناء. النموذج نتابعه من الدار البيضاء في روبورتاج فاتنة تابوت وعاشور بن مسعود. الولوج إلى صالون الحلاقة أضحى مشروطا بعدة تدابير في زمن كورونا للحد من تفشي الفيروس، وأهمها أخذ الموعد المسبق واحترام التدابير الاحترازية من كمامة وقياس الحرارة وتباعد جسدي، فضلا عن تدابير قانونية يحرص هذا الصالون على اعتمادها حماية لمهنيه وزبنائه، خاصة في المرحلة الحالية التي شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات. وفرنا لهم جميع وسائل ديال التعقيم من البدايه، من دخلت الباب اللي حتى يكملوا العمل ديالهم، من لوجيل، من وسائل ديال التعقيم، بالنسبه لليغوم، بالنسبه للتوني اللي تيكونوا جوطابل، بالنسبه للفوطات اللي هما جوطابل، بالنسبه للمسائل ديالهم كامله بما فيهم حتى هما تنعبروا لهم حتى الحراره ديالهم باش يكونوا يعني في صحه مزيانه ويكونوا امورهم مزيانه. حنا كنخافوا على الكليان اكثر ما نخافوا على راسنا، وضروري خاصنا نديروا سميتو الوسائل الوقائيه، منها التباعد ملي كتدخل الكليان، يعني ضروري نعقموا لها بلاصه ونكونوا كنخدموا حنا بعد منها، واللي بافيت ضروري واللي بلوز جوطابل.
الوافدات على الصالون يتمن هذه المجهودات لحماية أنفسهن من الفيروس من خلال معاينتهن لتعقيم الفضاء ومكان العمل وأيضا أدوات الحلاقة في درجات حرارة عالية بعد كل استخدام. الشعور ديالي كنجي وأنا مرتاحة لهذا الصالون فيه جميع وسائل التعقيم كيف ما شفتوا معايا لو بروتوكول ديالو مزيان. أنا كليان ديالو قديمة يعني كنشوف كل شيء وهذاك وسائل التعقيم ستيريليزاتور كيجبدوا الماتيريال قدامك كيستيريليو كندخل كيديروا لك قياس الحراره تيوضعوا لك الكمامه كاين واحد المسافه ديال الامان وكنشوفهم يعني ملتزمين بكاع الاحتياطات اللي فرض عليهم الدوله. فاستئناف عمل صالونات الحلاقة اتسم بالحماس والمسؤولية وأيضا بضرورة الالتزام باحترام الإجراءات الصحية لمواصلة العمل في ظروف آمنة للحد من تفشي الجائحة. على إثر الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي بسبب جائحة كورونا، نظم المكتب الوطني الفيدرالي للنقل السياحي للاتحاد العام لمقاولة المغرب بمراكش وقفة على غرار ما شهدته عدة مدن سياحية تم خلالها رفع جملة من مطالب المهنيين والتي تهم القروض البنكية، التأمين، الضرائب والإبقاء على التعويض المخصص للفئات المتضررة المصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي والعاملين الموسميين المدرجين ضمن القطاع غير المهيكل، إلى جانب رفع مطالب تتعلق بحل المشاكل المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي. في موضوع آخر وفي سياق الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات صحة الأمهات والأطفال وتقليل نسبة الوفيات خاصة عند الأطفال حديثي الولادة، قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم دريوش بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بتزويد 5 مراكز صحية بالمدارين الحضري والقروي بأحدث التقنيات لتحقيق رعاية أفضل للأم الحامل ومولودها. روبورتاج حسنة بن غابي وسمير بركة. قبل 5 أشهر لم يكن بإمكان هذه السيدة القيام بصور الموجات فوق الصوتية للجنين. هذه الصور التي تمكن الطبيب من تتبع وتطور الطفل ومراقبة الحمل. الأمر بات ممكنا اليوم بالمركز الصحي بدار الكبداني بإقليم دريوش. كنتبعوا هنا ديما ودعم زعما كنلقاو هنايا العنايه اللازمه وكنلقاو هنا راحه البال واخا كيكون فيك الحريق كتنسى داك الحريق بالراحه ديال النفسيه ديالك. في الاول كنا كنسونطر يعني ما كيتوفرش على اجهزه بحال ليكوغراف باش اننا نراقبوا تتبع الحمل او نلاحظوا المضاعفات اللي يقدروا يوقعوا للمراه طيلة فترة الحمل. الحمد لله بفضل هذا الجهاز الآن قدرنا أننا نقوم ب 109 تتبع ديال الحمل بالنسبة للنساء الحوامل. تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية وتقليل نسبة الوفيات خاصة عند الأطفال حديثي الولادة بالمنطقة أمر لم يكن ليتحقق فقط بتجهيز المراكز بأحدث التقنيات والتجهيزات، بل أيضا كانت الحاجة لدورة تكوينية للأطر الصحية في مجال موجات فوق الصوتية ومختلف علاجات التوليد. تم تكوين عدد من الأطباء العاملين بالإقليم في مجال الفحص بالصدى بالنسبة للمرأة الحامل، وتم تزويد عدد من المراكز الصحية التي تضمن ديور الولادة. كانوا العيالات قبل كيمشيو للبريفي كيخلصوا للاخر او لا اقرب مركز صحي كان الجينيكو كيمشي للمدار، ولكن دابا الحمد لله كاين ليكوغرافي غيشجعوا النساء باش يجيو يدوزوا. مندوبية وزارة الصحة بالدريوش بشراكة ودعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بوضع خطة عمل تهدف إلى تعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية من أجل رعاية صحية مثلى للأمهات والمواليد الجدد. اللجنة الإقليمية فكرت توفير هذه الخدمة هذه عبر اقتناء يعني هذه 5 ديال ليزيكوغراف في 5 دوائر صحية كتستهدف بصفة خاصة يعني المجال القروي والجبلي باش إن شاء الله يعني الهدف الأساسي هو نرفعه من هذه الكونسلتاسيون بخيناطال.
مبادرة من شأنها أن ترفع من كفاءة العاملين بهذه المراكز الصحية، وبالتالي خفض نسبة الوفيات عند الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة. ومعنا مباشرة من إقليم دير يوش السيد مصطفى ديدوح مندوب وزارة الصحة بالإقليم. مرحبا بكم سيد ديدوح، وفي البداية تحسن مؤشرات صحة الأمهات والأطفال وتقليل نسبة الوفيات عند الأطفال حديثي الولادة بالإقليم يستدعي تكثيف الجهود بين كل المعنيين، فما هي خطة العمل التي وضعتم لتعزيز القطاع الصحي بالمنطقة؟ شكرا الأخت لطيفة على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام في القناة الأولى. بالفعل من أجل بهدف تحسين مؤشرات صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وكذلك من أجل تقليص الوفيات خاصة بالنسبة للأمهات ولا بالنسبة للرضع، يعني توضعت واحد الخطة عمل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا البرنامج الرابع يستهدف عدة محاور. المحور الأول هو اقتناء وتزويد المراكز الصحية، خصوصا المراكز الصحية بدور الولادة، مجموعة ديال المعدات البيوت الطبية ومن ضمنها أجهزة الفحص بالموجات ما فوق الصوتية. كذلك المحور الثاني يخص تنظيم قوافل طبية خصوصا في المجال القروي والمناطق الجبلية، كما كتعرفوا منطقة دريوش يعني كان إشكالية ديال الولوش في المناطق الجبلية، وفي هذا الإطار تم اقتناء وحدة طبية متنقلة مجهزة بواحد الوحدة ديال التشخيص، مجهزة بجهاز الكشف جهاز الفحص بالموجات ما فوق الصوتية، وكذلك فيه مجهز بواحد الوحدة ديال التحاليل الطبية خاصة بالتحاليل الأساسية للمرأة الحامل. كاين واحد المحور التالي اللي جاء في إطار خطة العمل، هذا المخطط يخص بالضبط بالتحسيس من أجل تغيير واحد السلوكيات من أجل التأكيد على ضرورة الولوج الخدمات الصحية في المراكز الصحية ودور الولادة، من أجل تتبع أحسن في مؤسسات صحية مراقبة. طيب سيد ديدوح، كما تابعنا في الروبورتاج استفاد مجموعة من الأطر الصحية من دورة تكوينية في مجال الفحص بالموجات فوق الصوتية كما ذكرتم، فبرأيكم إلى أي حد يمكن أن يساهم الاستثمار في العنصر البشري في النهوض بالأوضاع الصحية بالمنطقة؟ بالطبع كما جاء في الروبورتاج العنصر البشري له واحد الدور أساسي ومهم في تطوير القطاع الصحي، وفي هذا المجال وفي إطار دائما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنظمت واحد الدورة تكوينية لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وجاء هذه الدورة التكوينية جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة بين مندوبية وزارة الصحة والمستشفى الجامعي محمد السادس، حيث استفاد من هذه الدورة التكوينية 14 طبيب عام في تكوين يخص كيفية الكشف بجهاز الفحص بالموجات ما فوق الصوتية ليكوغرافي أوبستريكال وعلاجات توليد. كذلك استفاد من هذه الدورة التكوينية 18 قابلة في بعض كيفية التعامل بعض المشاكل الصحية لا تخص المرأة الحامل، وبالطبع هذا من شأنه أنه يرفع كفاءة العاملين من أجل الرقي والرفع من المستوى الصحي بالإقليم. طيب هل هناك مشاريع جديدة في الأفق لتعزيز القطاع الصحي بالإقليم؟ بالطبع هنالك مشاريع، كاين مشاريع فيما يخص مؤسسات الصحية الرعاية الصحية الأولية، كاين يعني اقتناء وتزويد المراكز الصحية خصوصا مراكز الصحية بدور الولادة، مجموعة ديال المعدات بيوت طبية
وباجهزه ديال الفحص بالصدى وكذلك تهيئ الفضاءات. بالنسبه للمؤسسات الاستشفائيه هناك المشروع ديال المستشفى المحلي بميدار اللي الاشغال ديالو الحمد لله دابا راه وصلت 75%. كاين مشروع كذلك ديال بناء مستشفى محلي بتمسمان، ولعل المشروع الاهم في المنطقه هو المستشفى المركز الاستشفائي الاقليمي بالدريوس بسعه 150 سرير اللي الاشغال ديالو تقريبا راه انتهت، ودابا رحنا في اطار تجهيز تقريبا اسبوعيا كنتوصلوا بتجهيزات مهمه من اجل انه يبدا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. هنالك كذلك شكرا لكم السيد مصطفى ديدوح مندوب وزاره الصحه باقليم الدريوش على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشره. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية في مالي، وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي. وفي أعقاب التطورات التي شهدتها مالي أمس على إثر استيلاء عسكريين على السلطة، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بطلب من فرنسا والنيجر لمناقشة الأزمة في هذا البلد. وقبل ذلك أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا تنحيه عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، فيما أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب، مؤكدين أنهم يريدون القيام بانتقال سياسي مدني يفترض أن يؤدي إلى انتخابات عامة خلال مهلة معقولة. وفي سباق الرئاسة نحو البيت الأبيض، فاز جو بايدن رسميا أمس بالترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية التي تجري في 3 نوفمبر المقبل في مواجهة الرئيس دونالد ترامب. وفي عملية تصويت كانت نتائجها مرتقبة، اختار المندوبون الديمقراطيون بغالبيتهم نائب الرئيس السابق لمنافسة الملياردير الجمهوري في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الذي ينظمه الحزب بشمال الولايات المتحدة ويجري عبر الانترنت بالكامل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تجاوز عتبة 22 مليون حالة، توفي منها أزيد من 700 ألف. وفي الوقت الذي تظل فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية على رأس الهرم العالمي للإصابات والوفيات، تسابق العديد من دول العالم الزمن من أجل الحصول على لقاح آمن وفعال للقضاء على هذا الوباء. إبراهيم المرزوقي. وسط الحديث عن قرب إنتاج لقاحات مضادة لوباء كورونا المستجد، يواصل الوباء حصده للمزيد من الإصابات والوفيات حول العالم. فإلى حدود اليوم تجاوز عدد الإصابات في أزيد من 200 بلد 22 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 780 ألفا. الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال ومنذ عدة أشهر في مقدمة الخريطة الوبائية في العالم بأزيد من 5.5 مليون إصابة ونحو 171 ألف حالة وفاة، متبوعة من حيث الوفيات بالبرازيل التي سجلت حتى الآن حوالي 110 ألف وفاة، تليها المكسيك بقرابة 58 ألف وفاة، ثم الهند 53 ألفا، وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بأزيد من 41 ألف حالة وفاة. وقد تزايدت أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية في عدة بلدان أوروبية وأسيوية وعربية وإفريقية، ما دفع العديد منها إلى إعادة فرض إجراءات مشددة. بالمقابل يتواصل السباق من أجل التوصل قريبا
إلى إنتاج لقاح مضاد للوباء. فقد أبرمت عدة دول شراكات مع مؤسسات وشركات روسية وألمانية وصينية وأمريكية للحصول على لقاح للقضاء على هذا الوباء. وقد دعت منظمة الصحة العالمية إلى اعتماد إجراءاتها للحصول على أي لقاح، وأكدت على ضرورة أن يكون اللقاح متاحا للجميع من دون استثناء. في الميدانية الرياضي نتابع لقطات في كرة القدم من اللقاءين المقدمين عن الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية، وفوز كل من الدفاع الحسني الجديد على نهضة زممرة ومولودية وجدة على أولمبيك خريبكة. عبد الحق بيهت. هذا فريق المولودية الوجدية بسرعة إلى سكة نتائج الإيجابية مباشرة بعد إخفاقه مؤخرا في ديربي الشرق ضد الجارة النهضة البركانية. فريق المولودية الوجدية وبرسم الدورة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم فاز بحصة قوية على فريق أولمبيك خريبكة الذي يعاني هذا الموسم من جديد في ذيل الترتيب. اللاعب النيجيري إيميكا أوغبوه افتتح الحصة لفريق المولودية الوجدية في الدقة الثالثة، ورغم بحث فريق أولمبيك خريبكة عن تعديل الكفة في أكثر من مناسبة خلال الفترات الأخيرة من الشوط الأول، فقد تلقت شباكه هدفين آخرين. الهدف الثاني وقعه اللاعب أدم نفتي قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، والهدف الثالث كان من توقيع اللاعب الأمريكي الجنسية المغربي الأصل نوح وائل السعداوي في الدقة 88، وذلك بعد لجوء حكم اللقاء جلال جيد إلى استعانة بحكام تقنية الفيديو المعروفة اختصارا بالفار. فريق المولودية الوجدية مؤقتا ثالثا، وأولمبيك خريبكة في الصف الثالث ما قبل الأخير. اليوم حبتنا الكره، في ماتش اللي فاتوا لعبنا ممكن احسن من اليوم وما بغاتناش. اليوم بغاتنا لاميطون الاولى نخرجوا خاسرين 2-1. علاش قلت لك بغاتنا؟ يعني جاهم دو بيت في 6 متر ما تمركعوش. نتمنى لفته كريمه باش تكون الرياضه معناها كل الفرق تاخذ الحظوظ نتاعها متوازيه. احنا لعبنا مقابله، معناها انا راضي على المردود، تبقى تجسيم الفرص ما كانش حاضر. ان شاء الله في المقابلات الجايه نكونوا افضل. وبملعب أحمد العبدي بالجديدة أدار الحكم نور الدين الجعفري لقاء الفريقين الجارين الدفاع الحسني الجديد ونهضة الزمامرة. الفريق الجديد كان سبق التسجيل مع انطلاق الشوط الثاني بتسع دقائق، والموقع اللاعب مهدي قرناص إثر ضرب الجزاء. فريق نهضة الزمامرة سيعادل كف الدقة 71 بواسطة اللاعب مروان المزاوري بقدفة مركزة هزت الشباك بقوة ولم تترك أي حظ للحارس محمد اليوسفي. إنما وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق سيوقع فريق الدفاع الحسني الجديد هدف الفوز بواسطة اللاعب ياسين الذهبي مانحا للفوز لفريقه الجديد الذي انفرد بالصف السابع في نهضة الزمامرة مؤقتا في الصف التاسع. قبل الختام نذكر ببلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنهي فيه إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي شؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر محرم ستكون يومه الأربعاء 29 من ذي الحجة 1441 هجرية، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف والفاكس الظاهرة على الشاشة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما تابعنا فيها. المستشفى العسكري الميداني المغربي يواصل تقديم خدماته الطبية والجراحية للمرضى والمصابين في انفجار مرفأ بيروت، وإشارة من الجيش اللبناني بعمل الأطر الطبية المغربية. في غياب لقاح ضد الوباء تبقى الإجراءات الاحترازية والوقائية الوسيلة الرئيسية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. بفاس أعطيت انطلاقة الحملة التحسيسية والتواصلية حول الوقاية من جائحة كوفيد 19. وبإقليم دريوش تم تزويد 5 مراكز صحية بأحدث التقنيات لتحقيق رعاية أفضل للأم الحامل ومولودها في سياق الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات صحة الأمهات والأطفال وتقليص نسبة الوفيات لدى الرضع. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.